مراجل. طلعت ام البنينة وبيدها العباس، لازمت مني دبدوك ضمحماس. المسافة بين جياش وجياش مخيط ما يطبيها. بالعادة هي الهوسة معروفة للتفق والكرام. ها تربع فوق الماي الكافل، ها تربع فوق الماي الكافل، ذبة وبدخت على الماي. جديدين السوالف ما تملنا الناس، مثل فقع السماوة وتمرة الحلم. الله الله الله. احنا اهل مسرق وغمض عينك، ها احنا اهل مسرق وغمض عينك، موش بحالك يا مناظر. هاو الكسر البي ولا تجبر، ها الكسر البي ولا تجبر، مثل الطرد وتالي الشيب، الكسر البي ولا تجبر. حياكم الله اعزائي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناه الطليعه الفضائيه ومتابعي برنامج مراجل، مساكم الله بالخير. مساكم الله بالخير والعافيه مشاهدينا الاحبة، حياكم الله، هلا بيكم. كل الهلا يا ميثم الجابر، واهلا وسهلا بيك. بالمهلم مولاي، شرفتنا ونورتنا. كل الهلا ميثم، كذلك نرحب بالعناوي نوفل، حياك الله حبيبي. الله يسلمك يا ابو عراق الطيب، الله يعزك. نشكركم على هاي الدعوه الكريمه. يا حياك الله. كل الهلا يا كل الهلا يا نوفل، وهاي ساحه العيون اعتقد. كيف نحكي إيه؟ مبدعين، لكن آل عيون الخصوصية بهذا الموضوع. شهادة فخر والله، شهادة فخر الله. حقيقة نافل وميثم الجابر من الأسماء المهمة الشابة وطاقات جميلة في محافظة المثنى، والمعولين عليهم بالأزوجة الإسماوية. كل الهلا. خل نستهل الحلقة ويا ميثم. خير ما نبتدأ به إلى أبي فضل عباس، سلام عليكم. يستاهل أبو فضل، خير البداية. قول دنق للشريعه واخذ غرفه يضوك، دنق للشريعه واخذ غرفه يضوك، وعرض لا عطش زينب بالدمى يلموك. الله 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 الله. دنق للشريعه واخذ غرفه يضوك، وعرض لا عطش زينب بالدمى يلموك. المحن الطوها للعباس مو للنوك. ايه الله جميل. المحن الطوها للعباس مو للنوك، ها تربع فوق الماي الكافل، ها تربع فوق الماي الكافل، ذبه وبدخت على الماي، تربع فوق الماي الكافل. الله يسلمك زود يا حبيبي، زود الله يسلمك، يعطيك العافيه، زيدنا من هذا الجمال. بس قالت لعم العطش لا حريج، اي والله. بس قالت لعم العطش لا حريج، سيفه ولا توانى بساعط الرزج. اها الله، وسيفه. الله يسلمك. الله الله. بس قالت لعم العطش لا حريج، سيفه ولا توانى بساعط الرزج، يقلها الما يفيد وبضيج دوم وبضيج. الله 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 يسلمك. الله الله. يعلى الما يفيد وبضيج دوم وبضيج. ها ها هل ماذا بنص من جسم على الشط، ها هل ماذا ايه، ها هل ماذا بنص من جسم على الشط، ها هل ماذا بنص من جسم على الشط، باكر لا تبكين عليه الماذا. الله 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 الله. والى الامام علي عليه السلام. عليه السلام. شكوى الى الامام علي عليه السلام، سلام الله عليه، لسان حال فقير. قول بكثر فتوك ثوبك قلبه بيه فتوك، بكثر فتوك ثوبك قلبه بيه فتوق، من العوز اللي شمره عن طريق السوق. إيه الله 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 الله, الله, الله. بكثر فتوك ثوبك قلبه بيه فتوق، من العوز اللي شمره عن طريق السوق. ويظل الجيب فارغ دوم كف يعوق. ويلاها ويلاها ويلاها. ويظل الجيب فارغ دوم كف يعوق، ها اصفر من قبة قالع خيبر، ها اصفر من قبة قالع خيبر، وجه ما عدهوش فلوس اصفر. الله اكبر. الله الله الله. احسنت يا حبيبي. الله الله يا ميثم. ننتقل من جمالك يا ميثم الى جمال العيناوي نافل. الله يسلمك على الراس. الله يحفظك. نبتدي الى الامام العباس عليه السلام. كفو خو زينب يستاهل. عنيت بحمل كافل من ضمن الرضعان. الله الله.
عنيت بحمل كافل من ضم الرضعان بكثر همك وعزمك عطش قلبك هان. جميل الله. بكثر عزمك وكثر همك وعزمك عطش قلبك هان. ندى وي ماي ويهك بالفرات تشان. الله الله الله. ندى وي ماي ويهك بالفرات تشان. الندين مثل المتون ومر والعطشان. الله. الندين مثل المتون ومر والعطشان. ها ها انت اول واحد واخر واحد. ها انت اول واحد واخر واحد. ما يمتنا وظل عطشان. الله. واحد واخر واحد. الله الله الله. عيد هذا الرباط عيده. ها ها انت اول واحد واخر واحد. ها انت اول واحد واخر واحد. ما يمتنا وظل عطشان. أول واحد. أحسنت يا نافل. أحسنت يا حبيبي. تقول ما همنا يا حسين الجيش اللي لاجيك. ما همنا يا حسين الجيش اللي لاجيك. وعد مريلان المنقفاك يجيك. وعد مريلان المنقفاك يجيك. اللي يقذني وانت ميت وهو يمثل بيك. الله اكبر الله اكبر. اللي يقذني وانت ميت وهو يمثل بيك. ها ها حسين كان يرد من صوتك. ها حسين كان يرد من صوتك. شفت واجب شفته يمثل بيك. حسين كان يرد من صوتك. الله اكبر. الله الله يسلمك. لا حول ولا قوه. وللإمام العباس عليه السلام والسلام على لسان السيدة زينب. تقول له ساعات الوداع مطرف نخليه. ساعات الوداع مطرف نخليه. عين قبال عين اكسرها ما تخفيه. الله. عين قبال عين اكسرها ما تخفيه. وانا ادر الطف من ابجل هو تقطع عليه. جميل. الله الله الله. وانا ادر الطف من ابجل هو تقطع عليه. ها ها عيون تشوف فراق بعينك. ها ها عيون تشوف فراق بعين. خلها مطرف يا العباس. الله 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 الله. نافل شاعر جميل رائع. جميل جدا. ميثم الجابري الله يحفظك. ميثم طور بن حكيم وطور السماوه تقلد هذا الطور؟ وايد تقلد. اجادوه قلدوه؟ لا. شنو السبب؟ سولف لي على هذا الموضوع. يعني شباب بن حكيم اي من ابتكرت هذا الطور يعني عجب البقيه المحافظات مع احترامات البقيه. هذا شيء عادي ايجابي يعني. ترى زين كما إيجاب. المحافظات البقيه تطلع بشيء ويعجبنا يعني شيء عادي. بس من يعني مثل ما تقول تحول ذاك وتعرض الى حاله سرقه. لكن ما جادوا. ما جادوا. نعم. زين هذا الموضوع هم راح استاذ عدنان يطرق به مع نافل العيناوي. بس عندي سؤال لك ايضا شاركون الراي. دكه بن حكيم هاي الدكة المختلف هذا النغم الموسيقي هذا اللي يتميزون بها العيون طبعا. الله يسلمك. هذه الدكة يقدر غيركم يسويها وليش هاي الدكة؟ لا ما يقدر. ها آه. والله ما يقدر لان احنا هوستنا يعني انا اللي توضح على المشاهد يعني مو حتى اي طبعا الهوسة هاي خاصة بالسماوة. خوش. زين وكل الاشياء اذا صرت يعني صار فلان يقلتها ما راح ينجح فيها اذا مو لا. واحنا بس خلينا نتفق على شيء واحد على انه الابداع ترى ما له علاقه بالجغرافيا. يعني مثلا اذا هي صح هذا اللون تكتب السماوه بس بكره اذا مثلا ابن الناصريه كتبوا ابدع بيه وابن البصره كتبوا ابدع بيه وابن العماره كتبوا ابدع بيه ما يتضير بالموضوع. اشوف موضوع طبيعي يعني. ابو عراق نعم. يعني انتم هسه عن الدكل وعن الهوسه الابيات لا كلون هذا لون بنحكي كلون بنحكي مطور الرباط المربع يعني يسمونه مربع الرباط مربع اي ولين ليش يسوي الرباط مربع لان ما لم وي الدكه يعني يجي فيت اي زين. اما الهوسه شعرا فالهوسه احنا بثلاث ابيات ورباط يعني ثلاث اشطر ورباط نسولف بس هاي مو قاعده عامه. انا ما جاي اشوفها قاعده عامه عند كل المهاويل. انت لا تحكي لي قصيده. انت شاعر قصيده. نعم. تحكي لي قصيده وتحط مكان هاي هوسه. هاي مو هوسه. انا بالنسبه لي كشخصيه رايي الشخصي هذا وين من المفترض ما اطرح رايي تمام. لا انا مقدم لكن انا رايي بانه قصيده وتحط لها رباط هاي مو هوسه.
احنا اللي وعينا عليه الهوسه هي ثلاثة وربط لونها يختلف. اذا احنا نجيد يعني لون حالها لون حاله حال الوان الاخرى من الوان الشعر حاله حال الاغذيه حاله حال الدارمي. ما المعقول اسوي الان دارمي وبثلاثه ممكن تصير حرفه سيد ايه اسويها حرفه لصناعه ايه؟ صناعه هاي بس هاي ما تسمى هي الاصل. زين تعتبرون نفسكم انتم الاجود بالهوسه؟ نعم احنا الاول الاول على مستوى العراق. انا احب هاي الثقه الاول والنعم يعني هذا رايك هذا رايك واكيد هو راي محترم. نعم راي شخصي ولكن يعني هواي يعني مهاويل مبدعين مع احتراماتنا لكل المهاويل وتحياتنا لهم لكن مهاويل بن حكيم اجادوا الهوسه بصوره جيده قوانينها بقوانينها الهوسه يعني منذ فتره احنا محافظين على هذا اللون وكما يعني وعينا لقينا ابائنا واجدادنا يعني نفس هذا اللون ما تغير محافظين عليه ونعمكم ان شاء الله تكونوا محافظين على هذا الله يسلمك وشعراء بقيه المحافظات يعني يشهدوننا بهذا الشيء يعني مو ونعم نعم. الله يسلمك ونعم منكم. انت نافل شنو رايك بهذا الموضوع؟ ذول العيون دكتهم تختلف مربعه هم كلها هذا كل بيت عشان بعدهم يجدوها اكثر اجادتهم اكثر اكثر اي بس هم متميزين. انا اقول لك هوسونا بحرص مش هوس ما يضل تنوعون عليك طبوني هوسونا ابو عراق من الربع الله يحفظك. اي بالنسبه للسؤال الاول سالت بي اخوي ميثم نعم. تقول ليش الدكه تختلف؟ نعم الدكه هي الدكه اللي بنت على الرباط المربع والرباط نعم. المربع اللي بنحكي لا احنا دائما انا سؤالي مو شو الدكه تختلف لا مو لا سيد سال هذا السؤال نعم. انا قلت له هذا النغمه الموسيقى هاي الدكه تختلف نعم. هذا اللي بنت على الرباط الرباط المربع خو الرباط شرق قديم اطول من هذا الرباط الدكه تختلف عن هذا ها نعم اي اكيدا تختلف نعم. لان هذا سيد هو ايه؟ كل رباط له لحن الخاص نعم. لما تروح للحن المحمداوي تختلف دكته هوست الناصريه يسمونها البتره دكتها تختلف هوست البصره دكتها تختلف نعم صحيح فهو مثل ما قال مثل ما تفضل نافل نعم. دكه الرجل ضربه الرجل بالميدان تعتمد ايه؟ على من على الرباط اللي يقوله تعتمد على الرباط اللي يقوم الحكيم المربع سواء الحكيم المحمداوي نهد البصره للناصريه شنو نوع الرباط هي الدكه تابع علما للرباط وللحن اللي يطرح به الرباط لذلك احنا ننظم نعم. لذلك ننظم احنا الرباط المربع كودا يعني مالي ما يدك احسن خل اسمع منك دافل ما كمل معك خل نسمع رايك ايه؟ كامله اي نعم هاي بالنسبه للدكه نعم. ايه؟ الثانيه الرباط ايه؟ الرباط هو هذا وخاصه هي هاي الهزوجه ثلاث اشطر ورباط هي ايه؟ هاي لون خاص بابن حكيم شوفه قاعده ثابته هاي لازم ما قاعده ما تنخرب يعني لا كلش شعر يجيب اربع اشطر اذا كلش توازي يعني اذا ما هو الحكيمي وطلع خمسة ستة سبعة ضعف تعتبرونه ضعف تعتبرونه كمهاويل بن حكيم ما حكم الموضوع بثلاث اشطر تعتبرونه كمهاويل بن حكيم انتم بوسطكم سيد للضروره يعني ايه؟ انا اختلف ويا اخوي نافل بهذا البيت اي زين يعني هسه كافه مهاويل القبلنا ايه؟ يعني اذا يطلع كم شطر من الهوسه هاي للضروره للضروره يعني مثل كبر الموضوع نعم. بس احنا نحصرها بثلاثه ورباط لان يكون قوه المهوال اكثر بعد احسنت ايه؟ يعني يعني اثنينكم متفقين على انه المهوال لازم عليه ثلاثه وربط أيه يكمل الموضوع أيه اذا عبر الثلاثه يعتبر ضعف ضعفي ضعف او ضروره مثل ما تفضل الضروره هي تعتبر ضعف هي ضروره اساكو اسهل الدارمي يختصر الموضوع بالدارمي بالدارمي صحيح وهو بيتي شطرين بس صحيح اذا انتم تمشون على قاعده خير الكلام ما قله ودل نعم. خلينا نسمع ما قله ودل من الميثم الجابري اقرا لك بالطور والله يا ريت يا ريت إذا بين الريش وصار طير يطير زين إذا بين الريش وصار طير يطير قف جدر المعزب قلب ربع يصير الله المعزب ميثم أنا سامعك من تهوس بالميدان اولا صوتك مو هذا اللي بالميدان ايه؟ هسه الميدان بمجموعه فنقول 100 200 ايه؟ اليوم العراقيين كلهم يشاهدونك خاف مكانك الله يحفظك ترى اليوم ميدانك اكبر اليوم ميدانك اكبر العراقيين الكاميرا تنسى الكاميرات تنسى ايه؟ موجود الكاميرات ايه؟ وتهوس انت ما انت بالميدان خادم تفضل خادم راح اهوس لك كمان بالميدان ايه؟ لان نوبات مثلا بالامسيات شويه يتغير الطور لا احنا نريد نوصل رساله احنا نريد نوصل رساله هذا لون بنحكيهم وهذا رباطهم وهاي هوستهم تمام اكو لونين وكل يعني كل شاعر ولا القاء الخاص نعم. انا راح القي لك بالقاء بالميدان تفضل أيه. اذا بين الريش وصار طير يطير اذا بين الريش وصار طير يطير قف جدر المعزب قلب ربع يصير الله الله قف جدر المعزب قلب ربع يصير القبل ينعد بشوش يصير سيف الزير اها الله الله يسلمك
القبل ينعد بشوش يصير سيف الزيرها علي حمر عين بنادم علي حمر عين بنادم كون اريح من عين اصير علي حمر عين بنادم الله 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 استرسل يا حبيبي استرسل لو يا نتعيل بيا وانا طول البال لو يا نتعيل بيا وانا طول البال ومو مقبره ويحمل كل شيء الدلال الله 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 ومو مقبره ويحمل كل شيء الدلال قمر مكتمل قلب وحول يا تهلال جميل الله 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 الله, الله. قمر مكتمل قلب وحول يا تهلالها هطول من الليل اشتعل افعالك هطول من الليل اشتعل افعال هيك مطول البال وياك اطول يا سلام يا سلام الله الله على افعالك هيك مطول البال الله 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 يا ميثم انت قلنا في نسمع الله ابشر انا اسئله عندي كثيره لكن احاول استغل الوقت حتى اسمع اكثر من ابداعكم وشعركم انت تقول رخصت لك بثمين ولا قلت لك بيش أرخصت لك بثمين ولا قلت لك بيش ويا يصبح التنور طبعك ليش إذا ما حط ببطنك عازة ما تقضيش إذا ما حط ببطنك عازة ما تقضيش ها هطيك ولا حسبتك بيهن ها هطيك ولا حسبتك وانت تقدر بيها قدار اطيك ولا حسبتك بيهن طبعا احنا وصلنا الى الفاصل احبائي ومشاهدينا الاعزاء لكن قبل الفاصل نروح الى طريفتنا وش اليوم طريفتنا يا اليوم طريفه البرنامج عن نخوه العشاير كفو والله نخوه العشاير اعزائي المشاهدين مثل ما يشاع بالاعلام المغرض والقنوات الصفراء انه يقولون انه اهل الجنوب المراه ما محترمه عندهم والمراه من هاي التفاصيل يعني قصدك اهل الجنوب يسيئون الى مقام المراه هذا المقام العظيم هذا اللي يقال والقصه هذا يقال يقال القصه راح تعكس عكس, عكس هذا الموضوع عكس هذا المفهوم الخاطئ اللي واصل للاخرين نعم وبدليل اكثر عشائر الجنوب نخوتهم باسم مره نعم. لاحترامهم للمراه وحب المراه تقديرهم للمراه تقديرهم ماكو واحد يقول انا اخو فلانه اخو فلانه نعم. انا اخو فاطمه انا اخو علي انا اخو نعم. تكثر انا اخو قنزه والنعم والنعم منك الله يعوضك اليوم سالفتنا عن آل عيون وعن نخوتهم كفو من هالطاري والله وعن نجمة يعني زان الله يرحمه عنده بنات خلفته بس بنات نعم. يعني زان زلمة عمه نعم. ولكن هو إنسان صاحب شوف بقلبه يعني زان من آل عيون نعم من آل عيون من آل عيون أبو نجمة أبو النخوة أبو النخوة أنا أرد سالفة النخوة أرد أسولف المشاهدين نعم. فعنيزان الله يرحمه ياخذ لنا بناته عنده ست بنات تقريبا ياخذ لنا بناته يخلي لنا شرج الماي نعم فعنيزان يخلي تفقته ويخلي لنا بمكان مخفي فيصير يم جاري الماي يسمع لبطه اي لبطه تجي غزاله يجي ما يشوف الرجل اي فعلى الصوت يرمي اي مره يصيب زين مره يصيب شين اي ما يشوف الرجل يوهدينك الله طبعا سيد حامد انت شلون بينا اوكي يقتلني فهو على البطه يصيب أذاك اليوم سمع لبطه ما اتفقت على الصوت صاب كتلة زلمة لا حول الله أي فمن كتلة زلمة اجوا عمامة قالوا له تفصل قال هم ما عندي قالوا تفصل ببناتك قال هم ما أفصل ببناتي أبد أخذ بناته بليل أظلم وشال طلع من الديرة المهم لحقوا عمامة الوادم تطلبه تشتل وتطلب دم وهاي العشارة تكاتل بيناتها لحقوا عمامة أخذوا بناته وهو انكتل بذاك الوقت أخذوا بناته وردوا وفصلوا بيهن بعد بنقرأ الدم تريد السدها أفصلوا بيهن ظلت نجمة قالت يا العيون أنا بشاربكم خلوني نخوة إلكم اتنخوا باسم نجمة هاي القصة وهاي نخوة آل عيون وها أخوة نجمة والنعم من أخوة نجمة على عيون وألف تحية لهم للجوابر هذا الموضوع وهذه السالفة عليها هوسة لنافل العيناوي حقيقة سوف أترك المشاهدين على جمر الانتظار فاصل ونعود إليكم مراجل رجعنا وياكم أحبائي ومتابعين برنامج مراجل وحياكم الله ومساكم الله بالخير مرة ثانية عدنا معكم أعزائي المشاهدين متابعي برنامج مراجل قبل الفاصل خليتكم على جمر الانتظار وسالفة آل عيون وسالفة نجمة تحية لآل عيون وأكو هوسة على هذا الموضوع واسمعها من نافل عيناوي الله يسلمك مولاي يقول عيون احنا وتوفقنا بمعانق ماق
عيون احنا وتفقنا بمعانا اغماق اتفق عاشقنا واحنا لاتفق عشاق. الله الله الله. اتفق عاشقنا واحنا لاتفق عشاق. الهارف ذبحناه بلمضة البراق. الله. الهارف ذبحناه بلمضة البراق وقصينا الشباية بتفقة التفاق. وقصينا الشباية بتفقة التفاق حتى الفقد شوفه ما قعد ونعاق. صيد الوردة تجار بالهراق. يا سلام. صيد الوردة تجار بالهراق. ها ها هاي صنجر وعلى الحزوي ثورا. ها هاي صنجر وعلى الحزوي ثورا. يا يب صيد من الغزلان صنجر وعلى الحزوي ثورا. الله الله يا ناس. الله الله, 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 الله. ميثم مولاي أريد أسمع منك شعر. اسمع منك كوسة. اهو معلى المعاتب وانعل الشيطان. زين هالحكي. اهو معلى المعاتب وانعل الشيطان الصنم لا عرق وجهه يعرق وجه فلان. اهو اكبر. اهو معلى المعاتب وانعل الشيطان الصنم لا عرق وجهه يعرق وجه فلان. وبعد ما مدني دي واطلع الغرقان. ها. بعد ما مدني دي واطلع الغرقان. ها ها معبر الشطوت عاف بنادم. ها ها معبر الشطوت وده يغرقني على الراق. معبر الشطوت عاف بنادم. زيدنا من هذا الجمال. متعافين عليك متعافين. الله يكون بعونك يا اخوي. الله اكبر. الله يسلمكم. يا المالك رفيجي دوم مثل الميل. يا المالك رفيجي دوم. الله يسلمك. ابشر بالرفقة. الله يسلمك على الراس مولاي. الله يحفظك. يا المالك رفيجي دوم مثل الميل عفتني صوت بيا لو حصل تبديل. يا المالك رفيجي دوم مثل الميل عفتني صوت بيا لو حصل تبديل. مثل نار الشموع من اقلها ويتميل. الله 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 يسلمكم. الله. مثل نار الشموع من اقلها ويتميلها. ها هش مالك جن مرجاحت جاهل. ها هش مالك جن مرجاحت جاهل. للحي الله يدول بيك. ايش مالك جن مرجاحت. الله 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 الله. ننتقل لناف العيناوي. نعرف نسمع منك هذا الحكي. هذا الحكي الغميج. اي والله الحكي الثمر. يقول مو كل من عنالك باللزوم اشراع. اي مو كل من عنالك باللزوم اشراع ولا كل سيل ينفع بنفع للقاع. اها الله الله. ولا كل سيل ينفع بنفع للقاع. صدق. فرق سيل الثريا يمحل المرباع. الله الله. فرق سيل الثريا يمحل المرباع. ها ها هل غير بضيجي عرف بنادم. ها هل غير بضيجي عرف بنادم. وانا افردهم بالمسيار الغير بضيجي عرف بنادم. الله الله. جميل. الله يسلمك. نافل العيناوي هذا وصلنا للميزان والسفينه. للميزان والسفينه. راح اخذ الميزان لنافل وانت تاخذ السفينه. وانا سفينتي رفيجي جابري خادمك. لا رفيجك جابري تقولون هذا صاير. والله والنعم منكم صاير. نافل العيناوي اكو ظاهره بالمجتمع اللي هي ظاهره انتشار المخدرات للاسف. نافل العيناوي راح اخلي لك هاي الظاهره اللي هي منتشره بالمجتمع وراجح الكفه بها مثل ما تشوفون اعزائي المشاهدين لهي الظاهره الخطره اللي هي ازود من داعش. يسال الله ان يكفينا جميع منها. اي أيوة والله. هاي ظاهره انتشار المخدرات اريدك تعدل هاي الظاهره بهوسه. لا خلي بيدك الميزان شيله. انت صاحب الميزان وانت صاحب الهوسه. هاي المخدرات نلقيها وهاي الهوسه ضد المخدرات. احسنت. عافيه. لا ظل لازم بيدك الميزان. خلي بيدك انت راعي الهوسه. يقول ثمن هنموش مال على العرف معناه. اها بالنسبه للمخدرات. اي اي والله. ثمن هنموش مال على العرف معناه ثمن هن ماي ويهك والبخت وياه. الله 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 الله. ثمن هنموش مال على العرف معناه. يا سلام. ثمن هن ماي ويهك والبخت وياه. ومثل مثل الكذب حبله يكسر على مداه. اي اي والله. ومثل الكذب حبله هم قصير مداه.
ها هش ما يزهال اول هيحول ها هش ما يزهال اول هيحول لا بد يوم تميل عليه هش ما يزهال اول هتحول الله 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 الله, الله رساله جميله ورساله عظيمه هاي الرساله حقيقه رساله عظيمه الله يبارك حقيقه رجحت كفتك واهزوجتك عن هذه الكفه المسيئه شكرا يا نافل شكرا يا نافل عناوي عزيزي جابري هاي السفينه لك تمروح بسفينتكم طبوا بالبحر اي وش رايك اذا هوسنا بالسفينه خافت مين وتغرق مين يا لا ما تغرق بيها ليش ندبش فيها ما تغرق بيها مهاود بن عشيم شنو ندبر عندك مهاود بن عشيم فيها ما تغرق والله يغرقون زين اذا سووا نذر بالسفينه دكوا انا شنو ندبر عندك هاي السفينه تخلي لها ربان ملاح وتحط لي خمسه مهاويل على عدد الاشرعه انت حر سواء من محافظتك محافظات اخرى من عموم العراق وانت مسؤول عن اختياراتك امام الجمهور وامام ضميرك طبعا هسه انا اخذها انت تاخذها وتحط كيفك بعد بس خويا لا لا خليني بس لا تكون بالسفينه لا ما الربان اي انت حر اليقود اليقود نعم هو المسؤول وهذا انت مسؤول عليه امام الجمهور ومسؤول عليه في تاريخك انا هسه انت تريد مني ست مهاويل سته اي رئيس وخمسه وياه الرئيس كسابة الرداد العناوي يستاهل والله ونعم من هالطائف والنعم حيدر الكامل العبسوي يستاهل ابو كرار يستاهل عقيل الصفراني يستاهل والله ونعم من هالطاري ابو جنة ادريس الصفراني نشم ادريس هذا يستاهل عقيل العبسوي يستاهل والله وكفو سلام الفرطوسي والنعم من عنده سلام والنعم من عنده والنعم الله يبارك فيك احسنت يا حبيبي ميثم جابر كنت متردد مبدعين وتحياتنا حياتنا الكل كنت متردد بذكر الاسماء ليش؟ لا ما متردد لا اعتقد يفكر كان يفكر؟ اي يفكر ما متردد لان احنا كل شعرانا مبدعين كلهم مبدعين بالفعل زين فهو بقى محتار يختار منو عن منو؟ بعد هاي بعد هو راي الموضوع احنا حاصلينها بخمسه اذا قلنا 10 يحط له 10 متاكد انا تمام مهاويل بن حكيم مهاويل بن حكيم كلهم مبدعين صحيح لطيف هاي السفينه واقفه انطيني السفينه بارك الله فيك بارك الله فيك هاي السفينه واقفه واللي حطيتهم السته صعدة بالسفينه الربان والخمسه الاشرعه السفينه تريد تبحر بالاهزوجه العراقيه ويريدون يسمعون منك اهزوجه خادما الى الوجدان عامه براحتك براحتك حتى هم يردون يودعونك بعدها السفينه واقفه تريد تبحر تريد تروح تمام انا راح اعطيهم هوسه للوداع يلا توكل بالله تكفضهم بهوسه صح 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 هم كلهم اسماء وكلهم اكبر تحيات الله يعوض شعرانا ومبدعين ان شاء الله ممكن تكون احد الاشرع من عندهم اي ليش لا ممكن والله اذا هاي الاسماء موجوده انا ما اقدر ليش ما اقدر هم كواكين يصعدونك مالك حاجه نعم الله عليهم جزاهم الله خير هي عامه بعيدا عن اليوم اسمك يجز القلب قوة عليه أها اليوم اسمك يجز القلب قوة عليه مثل جرح بالأزرق من يصل تاذيه أها الله 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 يسلمك الله جميل جدا اليوم اسمك يجز القلب قوة عليه مثل جرح بالأزرق من يصل تاذيه الشمع خيط لي كتلة وخيط عايش بيه الله 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 يحفظك الشمع خيط لي كتلة وخيط عايش بيها هتفارقنا ومن خاطر طيب هتفارقنا ومن خاطر طيب والدر كسرنا بالماء تفارقنا ومن خاطر طيب الله الله هاي اكيد مو على الصعيد او لا لا مو عليهم بعيد عنهم لا لا بعيد عنهم لا لا مشكله انا نافل العزيز وصلنا الى مرحله المراجل اخوي تتناقل انت ورفيقك بعد والمراجل انت بعد ابو المراجل واهلها ان شاء الله العيون اهل المراجل ان شاء الله الله يسلمك ميثم ايضا وصلنا لمرحله المراجل وفقره المراجل وريد معدكم بعد تناقلوا بالهوسه تفضل انا والعراقيين اسمعكم اي يقول مو كل من تعقد بصمه لو عنوان اها مو كل من تعقد بصمه لو عنوان اها تعقد لبسبع ليرات كفش اعلان اها الله والنعم تعقد لبسبع ليرات كفش اعلان حطل الفلصيتي ها بسيط الدان اها حط له الفلصيتي ها بسيط الدان ها هب ثوب العز كاسي هذراعك ها هب ثوب العز كاسي هذراعك ظلت ديرتنا وتنهاب بثوب العز كاسي هذراعك انا استاذن من السيد ومن العزيز ميثم بما انه ذكرت الشيخ شعلان ابو تشور رحمه الله عليه قائد ثوره العشرين تشوف من الضروري على الموال على انه يوظف الرموز الوطنيه والرموز الدينيه هاي شوفها تضيف للموال تضيف له
شلون؟ ولان المهوال هو مهم، هو رساله. اها. هو رساله، هو لا ما يجيب الرمز، ما يجيب الديني مثل شاعر لسان القوم. نعم. ومو بس القوم، لا القوم حد عشيرته. نعم. لا هو رساله الشاعر للكل. شاعر الكل. نعم. ترى من انه من واجب الشاعر ان يوظف هذه الرموز الوطنيه. نعم لازم. في طرحه. لازم. انت ميثم شو تقول؟ انا اقول لك بالضروره لازم يوظف. لا انا بدي اسال ميثم سؤال، اذا اكو مهاويل سوت ناس مو رموز سوتها رموز؟ والله هاي الظاهرة منتشرة بكل المحافظات، هواية اكو موجودة. يعني شخص ما يستحق المدح يمدحوه. نعم. يسوي له هالة، وهي هاي الهالة من وهم اصلا ما لها حقيقة. طبعا يعني. على طبعًا. على مود دوافع شنو مثلا؟ شنو دوافع؟ دوافع يعني الى مثلا لغرض معين او الحالة المادية. ف هسه احنا خلينا نكون صريحين امام العراقيين، انا وابو عراق سميناها جدوى. شو تسمونها انتم؟ انا شخصيا اسميها جدوى. جدوى طبعا جدوى. ها والله يعني اللي يمد ايده يطلبها ماي وجه هذا شو اسمه؟ جداوى. اي والله انت اكيد ضد هاي الجداوى. طبعا ضدها نفس قاعد. هذا ما يغيم الشعر بالميدان. هو هذا بالميدان توسون وياه؟ لا ما هو سوى. هذا ما تدرون تردون عليه بوسه؟ اكو شاعر يقول هذا ما يغيم الشعر بالميدان يمدح كاولي لو حطوا الحمره. اها عندي الاحترام لك. صحيح. هذا ورا الفلوس ما زيد له يمدح. عافيه. هو زين وشي هذا الشعر. مرات واحد يقول خوش انسان نفسيت هذا الشعر. ايش يقول؟ يقول اللي يهوس هوسته وياخذ عليها فلوس هذا شاعره مو شاعر اعتبره. مع احترامتي للشاعرات طبعا، الشاعر هو المسؤول عنها، احنا ما مسؤولين. لا هو المسؤول. لا يسمع عن الشاعرات ويزعلن علينا. لا لا ان شاء الله ما يزعلن. ومشكلتك مع الشاعرات انا ماني علاقه. لا لا انا معك المشكله ما عندي. بالعكس مشكلتي مع ذاك الشاعر. لا وذاك الشاعر. الله يكرمك ان شاء الله. نرجع الى اجواء الهوسه. نرجع الى اجواء الهوسه. نبدي. لا ميثم. الله يسلمك مولاي ولاهن ابو عراق. الله يحفظك. الله يسلمك. دال يعني اخوي نافل بدا برموز شعلان. نعم اي انا هم ابدي له برمز لان بنحكيهم رموز كلهم رموز كلهم نعم رموز. منهم استاهلوا. ابدي له كريم المطلب استاهل رحمه الله. الله يرحم ابو مجيد وفريضه الفرات الاوسط ابو مجيد رمز من رموزنا وعلم من اعلامنا فقدناه بالفتره الاخيره رحمه الله. الف رحمه على روحه ابو مجيد. الله يبارك فيك. رحمه الله على روحه. فقل له كل من دوه قوم الندهه باسم الخاص. اها لكل من دوه قوم الندهه باسم الخاص وانت لي سمونك للشدد خلاص. الله الله يسلمك. الله لكل من دوه قوم الندهه باسم الخاص وانت لي سمونك للشدد خلاص. تنوزج من قهرها وتركس بخلباص وتشرعب بالثنيان تريد بس مخلص. أها. يا سلام. الله يسلمك. الله الله. تنوزج من قهرها وتركس بخلباص وتشرعب بالثنيان تريد بس مخلص. مثل البن كلامك لشنا بقصاص. الله الله الله. الله يسلمك. مثل البن كلامك لشنا بقصاص. تبلج ويطلبون ذراعك. تبلج ويطلبون ذراعك وتنقطلها وتصحر دود. الله 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 العناوي. الله يحفظك. الف رحمه على روحه. طبعا هذا الزلمه يستاهل اللي هو كريم المطلب. الله يحفظه. والله يستاهل. فريضه بن حكيم. ايضا تحيه لابو حسن الشيخ والفرابه من المراجل مال كريم المطلب. الذريه الصالحه. اي والله ابو حسن باقي الشيوخ الاجلاء المطلب كلهم جميعا تحياتنا لاعشاب عجيب كذلك كلهم اخواتنا. بما انه مراجل الفراضه مراجل اكيد مراجل الكرم مراجل. اي والله مراجل كلها مراجل. ربك جمع بكم حصنات اشكال. اها. ربك جمع بكم حصنات اشكال كرم وجفوف نديه وللفراضه ظلال. يا سلام. كرم وجفوف نديه وللفراضه ظلال البيدك مليبك للمهلع الحال. جميل. الله البيدك مليبك للمهلع الحال. أها. اذن واجب لشخصك ينصب تمثال. جميل. اذن واجب لشخصك ينصب تمثال. ها انت من دون الضت يا فل. ها انت من دون الضت يا فل. ريضناها على التمثال انت من دون الضت يا فل. الله 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 يسلمك. ايه ميثم حبيبي. يلا ميثم. كما تحدث اخوي نافل يعني لكل صفه هي مراجل. نعم اي كل هالمراجل. كرم مراجل. الصدق مراجل. نعم. الامانه مراجل. الخوة مراجل. نهوس لرموزنا يستاهلون. نهوس لهادي آل كريم ونعم والله من هالطاري. والنعم ابن عجير بغير. نعم ابن عجير. نعم من هالطاري. والنعم والنعم شيخ عشاري بوابر. والنعم سبعين نعم. الله يرحمه. يقول بزمان الصوت ضايع صوت لك مسموع. اها ايش حكي.
بزمان الصوت ضايع صوت لك مسموع بكل حزة وصريك النجر ما مقطوع كفو الله 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 يسلمك بزمان الصوت ضايع صوت لك مسموع بكل حزة وصريك النجر ما مقطوع ودوم النار تلعط والكسر مرفوع جميل دوم النار تلعط والكسر مرفوع ودوم النار تلعط والكسر مرفوع وبيتك يقصدونا لون ممشى اسبوع جميل الله 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 يسلمك وبيتك يقصدونا لون ممشى اسبوع يلم عنزل بطون الجافة من الجوع الله 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 يسلمك يلم عنزل بطون الجافة من الجوع ها هانت البيام العوز وقالوا هذا اللي فرغنا من الجوع انت البيام العوز وقالوا نعم الله والنعم 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 تاريخ مشرف والنعم وبيت عز نافل نافل العيناوي نعم طبعا انا مطلوب هوسه لرمز للشعر المرحوم محسن الخياط رحمه الله عليه يستاهل احسن شكرا على هذا الوفاء الله يسلمك أقل لسوق الشعر نقهة من تطب للسوق لسوق الشعر نقهة من تطب للسوق وجودك زعفران برض ما مطروق الله الله وجودك زعفران برض ما مطروق بكل جيل انت لاحق ما صرت لاحوق الله الله بكل جيل انت لاحق ما صرت لاحوق ها انت الرنان وسوق مبين ها انت الرنان وسوق مبين يا جيلي مركاشخ بيه انت الرنان وسوق مبين احسنت ميثم هذا ولد صديقي اي هو بالسجن نعم. صادق ألفته الجرادي نعم اي فاثناء دخوله للسجن توفى والده الله رحمه الله تعالى تمرض فتره وتوفى اي هو بالسجن هو محكوم يعني اي لا حول الله محكمه عسكريه ويعني اثناء دخوله للسجن توفى والده نعم. فهذا يعني هو صديقك انت اكيد حاله اكيد راح تعيش حالته اللي يعيش بها نعم. هو نعم اقول له السجن بس للزلام الداخل التاريخ السجن بس للزلام الداخل التاريخ وانا ادري بك يا صادق موش طوف طخيخ والنعم والله الله 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 يسلمك السجن بس للزلام الداخل التاريخ وانا ادري بك يا صادق موش طوف طخيخ ومن خلف الحديد اليوم وادعي الشيخ ومن خلف الحديد اليوم وادعي الشيخ ها ها تودع راعي الحد وتعاود ها تودع راعي الحد وتعاود ريت يطاوعنا السجان تودع راعي الحد وتعاود الله 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 هم خلص الوقت هم خلص الوقت وبعدنا ما شبعانين الله شاهد بعدنا ما شبعانين ما قصرتوا شكرا لكم يا ضيوفنا الاعزاء بياض وجه مثلتم مدينتكم وعشائكم خير تمثيل على الراس شكرا لكم باشر في امان الله اعزائنا المشاهدين